مرحبا أصدقائي، اليوم كملت عمل جديد، هو الكوستر ريزن بالذهبي ولا نقول اللؤلؤي، ممكن بأشكال مختلفة، كلها هي نفس طريقة العمل بس يمكن القوالب تختلف. يعني مثل هذه خليتها بصينية كبيرة بصراحة، وبعدين خليتها مثل القالب يعني حتى تاخذ شوية الشكل، بس أيضا هي بس الجليتر الورق الذهبي اللي في سهولة لي هنا. هذه أشكال مختلفة أيضا، شوفون هذه كتبت عليه MMA واختصار لمها محمد السعد. طبعا هذه ممكن ايضا تنحط لها يدات وتكون كصينية تقديم بالإضافة الى هذه الشمعات اللي سويتها من اشياء بسيطة، ممكن للشمع ايضا تصير في الديكور حلو. كل هالاشياء استخدمتها اشياء بسيطة، طبعا هاي الدائرة هي من تنس بال، استخدمتها ايضا مثل هنا عالم جليتر، مثل بعض الأشخاص يطلق عليه جليتر، عالم جليتر بما أنه الذهبي هالسنة يعني هو الأكثر منتشر، فحبيت أسوي أشياء بالذهبي. إن شاء الله يعجبكم، وكل عام وانتم بخير، ويا رب سنة 21 تكون سنة خير على الجميع، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. مع تحياتي لكم جميعا.
ما راح لأصدقائي بعد ما يبست الأشياء. بدي أحاول أسوي شوية ديكور أيضا يفيد الصبايا بالأخص اللي عندهم هوايات، فهي بشغلات بسيطة ممكن ومتوفرة بكل بيت، واحد يسويها وما تكلف شي يعني. أنا عندي هذا الصمغ، المادة الصمغية، وممكن نسوي بها أشكال عشوائية يعني، مو شرط فد شي كشبكة. تاخذون فكرة يعني، هنا حتى ممكن ترسمون ورقة وتسووها ايضا شو ما تريدون. وبعدين في الوان سبراي ملون مثل الذهبي والفضي، مثل هذا ذهبي استعمله. بعدين من تيبس هذه يعني من اكملها وتيبس شيلها واسويها باللون الذهبي او الفضي، اي لون انتم تحبوه، حتى اي لون يعني، مو شرط ذهبي. وممكن تعملوا منه اشكال مختلفه يعني، فحبيت اعطيكم فكره حتى ممكن يكمل الديكور يعني، انه تسوون اشياء ديكور حلوه. مثل هسه اشوف بالاسواق كثير على شكل ورقة كبيرة أو ريشة أو فكل من هذه الأشياء يستعملوها. أوكي، هذا الفيديو خلص اليوم. تحياتي، وراح أشوفكم بداية الفيلم الأشكال اللي مختلفة اللي سويتها من هاي الألوان، يعني هي هسه المودة الذهبي، كريسمس ذهبي. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. تحياتي.